إذا كنت تعتقد أنك ستتابع مباريات كرة قدم فقط في مونديال قطر 2022 المقبل، فعليك أن تستمع إلى بقية هذا التقرير، ذلك أن الأمر أقرب إلى الدراما منه إلى الرياضة. لم تكن تلك النسخة تحديداً بحاجة إلى المزيد لتدخل التاريخ، فيكفي أنها الأولى التي تنظم في الشرق الأوسط أو في الشتاء، وأن منافساتها تجرى على مساحة هي الأصغر بين الدول 22 التي استضافت ما سبقها من نسخ. 22 رقم ليس بسهل إذا تبلور العدد لتاريخ وجغرافيا، لكن إذا ضاعفته 10 مرات وأضفت إليه كلمة مليار وضاعفته 10 مرات أخرى، هنا آن للغة الاقتصاد والمادة أن تتحدث، لتقول إن التكلفة الفعلية لاستضافة المونديال تقدر بنحو 220 مليار دولار لتكون البطولة الأغلى تكلفة في تاريخ الرياضة. موقع فرونت أوفيس سبورتس الأمريكي كشف عن الفوارق الكبيرة بين تكلفة مونديال قطر والنسخ 7 السابقة، فقد كانت بطولة 2014 في البرازيل هي الأغلى ب 15 مليار دولار. وبحسب المصدر بلغت تكلفة مونديال 1994 في الولايات المتحدة 500 مليون دولار، وفي عام 1998 بفرنسا 2.3 مليار دولار، ثم ارتفعت إلى 7 مليارات في 2002 باليابان وكوريا الجنوبية، قبل أن تنخفض إلى 4.3 مليار دولار في 2006 بألمانيا. مونديال 2010 الذي نظمته القارة السمراء لأول مرة وتحديداً في جنوب إفريقيا بلغت تكلفته 3.6 مليار دولار، بحسبة بسيطة يبلغ إجمالي ما جرى إنفاقه على تجهيزات آخر 7 نسخ لكأس العالم 44.3 مليار دولار، أي 20% تقريباً من تكلفة مونديال قطر. الحصاد على قدر البذر، هذه الحقيقة المعمول بها في مجال الزراعة قد لا تؤتي أكلها في ميدان الرياضة، فمن غير المتوقع أن تجني الدوحة أرباحاً تعوض حجم الإنفاق على استضافة هذه النسخة من كأس العالم، أو أن تستعيد نسبة كبيرة من المبالغ المدفوعة، ذلك أن موقع إنفست مونيتور الاقتصادي استبعد أن يرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر نتيجة استضافة كأس العالم 2022، مستدلاً على ما شهدته اقتصادات آخر 3 دول استضافت المونديال.